كلها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لقطاع الكهرباء. ويمكن دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده عمل تقرير مهم جدا عن انجازات قطاع الكهرباء اللي اتكلمنا مع حضراتكم فيها في بدايه الحلقه، بدايه من 2014 وصولا ل 2022، 8 سنين في مختلف مجالات الكهرباء والانتاج للطاقه المختلفه. ووزير الكهرباء وضح لي كمان النهارده يمكن في الوزاره قطاع انه عمل الفتره اللي فاتت على استراتيجيه وفكر مختلف وصل بينا الحمد لله دلوقتي ان احنا عندنا كتير من الطاقه بمختلف مجالاتها ان نقدر نفتح بيها شكل من اشكال التنميه. احنا لو نفتكر في 2014 بنتكلم على النور في البيت قاطع والمصانع واقفه، احنا النهارده بنتكلم على اشكال تنميه داخل مصر وخارج مصر. خلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء. يا دكتور مساء الفل. مساء النور يا احمد بيه، وتحياتي لحضرتك وكل سنه وجميع المصريين بخير. كل تعالى. سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وانتم طيبين وناجحين ومتالقين كالعاده في قطاع الكهرباء. انت حضراتكم يعني مصر دايما منوره باهلها وبرجالتها وبقيادتها، والمستقبل ان شاء الله يبقى اكثر نورا واشراقا ان شاء الله. يمكن يا دكتور لمتابعتي الملف الكهرباء ووجود حضرتك معانا الصراحه والتواصل بمنتهى الشفافيه عارفين معظم الانجازات، ولكن بنسمع دلوقتي كل مستمعينا ايه اللي حصل في قطاع الكهرباء الفتره اللي فاتت. طبعا هو علشان يبان الانجاز احمد بيه، احنا خلينا زي ما حضرتك واحنا وكل الناس كلها كانت بتعيش الواقع المظلم اللي كنا موجودين فيه، والتحول الكبير الحمد لله اللي احنا دلوقتي برغم التحديات اللي بتمر بها العالم في الاحتياج الكبير للطاقه وللكهرباء، الحمد لله ما عندناش اي مشكله في توفير الطاقه الكهربائيه. عندنا احتياطي محترم كبير جدا. عايز اقول لحضرتك ان المراحل اللي تمت في خلال الثمان سنين ديت مراحل مهمه، وعايز اقول لحضرتك اللي تم فيها انجاز كبير ويمكن تصل الى الاعجاز. لما بنتكلم على ان احنا في خلال الفتره ديت دخلنا تقريبا في حدود 31,000 ميجا وات، كمان يمكن من ضمنهم حوالي 3600 ميجا وات في 8 شهور ونص، 14,400 في سنتين ونص، فثلاث محطات عملاقه. في حين كانت المحطه الواحده بتخش من خمس ست سنين، فلما يكون ثلاث محطات اعلى كفاءه تخش في ثلاث سنين ده يعتبر اعجاز كبير جدا. طبعا كمان في نفس الوقت الجزء الخاص بشبكات نقل الكهرباء، لما كنا بنتكلم على ان في 2014 كنا على الخطوط الهوائيه الجهد ال 500 كيلو فولت كان عندنا اللي موجود في مصر كله حوالي 3000 كيلو متر. دلوقتي احنا بنتكلم على اكثر من 7200 كيلو. على نفس المستوى محطات المحولات ال 500 كيلو فولت، انا عندنا 10 محطات محولات من 500 كيلو فولت اللي هو الجهد الفائق. دلوقتي عندنا حوالي 31 محطه محولات جهد فائق. على نفس المستوى برضو شبكات توزيع، عايز اقول لحضرتك ان في الفتره اللي فاتت اضفنا او في الشبكه تقريبا اكثر من 650,000 عمود للجهد المنخفض والجهد المتوسط. كمان في نفس الوقت اللي تم صرفه في التوزيع وما زلنا شغالين فيه يمكن على مدار الاربع سنين بس اللي فاتوا حوالي 32 مليار جنيه، يعني تقريبا 8 مليار جنيه في السنه. كنا احنا بنصرف يعني اقصى حاجه كان مليار جنيه في قبل 2014، يعني معنى كده هو ان فعلا المردود بتاعها اللي احنا بنعيشه دلوقتي. طب هل لو جلسه الرئيس بتاجيل مثلا الزياده الحاليه اللي كانت فور شهر 7 ده يعوق التنميه او يعوق التطور اللي حضرتك بتشهده من خلال الارقام اللي بتستعرضها؟ لا طبعا. بص حضرتك ان احنا ولا انتوا جاهزين خلاص؟ انتوا تحت اي بند خلاص جاهزين؟ احنا اول حاجه ان كلنا ويمكن توجيهات سياده الرئيس ما فيش استعداد لان احنا نرجع تاني لورا. صحيح. بنتقدم لقدام، احنا بنحافظ على مستجد الحاجه اللي احنا حصلنا عليها. كمان في نفس الوقت التطور الكبير، يمكن دلوقتي حضرتك اكيد تتابع والناس كلها والعالم كله بيتابع الخطوات اللي بتاخدها مصر في كل المجالات بالنسبه للكهرباء. طبعا. طاقه نظيفه، طاقه متجدده، ربط كهربي مع دول الجوار، استقرار كبير في التغذيه الكهربائيه، مبادرة حياة كريمة للقرى المصرية. صحيح. فبالتالي اللي احنا تحصلنا عليه والاكتسابات اللي احنا وصلنا لها يعني مش هنتنازل عنها ومش هنرجع للوقت الاظلام اللي موجود. عندنا مشروعات تنموية كبيرة جدا. عايز اقول لحضرتك ان احنا في الصيف اللي فات مثلا احنا كان اقصى حمل وصلنا له او مصر وصلت له على مدار التاريخ كله كان حوالي 34,000 ميجا وات.
وده اقصى حمل وصلناه لغايه دلوقتي، يعني ممكن السنه دي في الصيف ممكن يزيد عن كده. وبالرغم من زياده الاحمال الكبير الا كان عندنا اولا احتياطي محترم كبير جدا يتعدى ال 11000 ميجا يعني اكثر من 25% تقريبا. وكان في استقرار كبير جدا في التغذيه الكهربائيه على مستوى كل المحافظات. السنه دي متوقع يزيد عن كده، وبالرغم من كده برضه شغالين على الاحلال والتجديد والتطوير والتوسعه. عايز اقول لحضرتك ان عندنا طرق، عندنا اراضي زراعيه بتتم انشائها، المجمعات السكنيه طبعا، التنميه، مصانع بتفتح جديده بكل اشكال التنميه، طبعا الدلتا الجديده، جنوب الوادي، لا يعني كل الحاجات دي كلها زي ما سياده الرئيس كان مع اول يوم توليه القياده السياسيه كان بيؤكد ان الكهرباء دي امن قومي. صحيح، لان مفيش تنميه بدون استغلال الكهرباء، واحنا شفنا القصه دي في 2014 وما قبل ذلك، وبنشوفها دلوقتي على مستوى الدول العالم والتحديات والصعوبات اللي بيقابلوها في مجال الحصول على الطاقه والكهرباء. مصر الحمد لله محط انظار دلوقتي، حتى كمان في يمكن يعني ابرز حاجه دلوقتي الربط مع اوروبا. طبعا مش حاسين احنا كمان حتى كمواطنين باي مشكله في مشكلات الكهرباء زي ما حضرتك بتقول معظم دول اللي عندها دلوقتي عندها مشكله فيها. دكتور ايمن انا بشكرك جدا، ولكن بتسمح لي انك تنورنا في استوديو 9090 نستفيد في نجاحاتكم في ملف الامن القومي في قطاع الكهرباء، ونستعرض فيه كل الملفات عشان نعرف الناس كمان ايه الموضوع، لان حضرتك بقى شاطر جدا وعارف ملفك كويس جدا، فعندك كتير من المعلومات، مش هيكفي بس مكالمه. شرفنا تكون ضيفنا ان شاء الله دكتور ايمن حمزه المتحدث رسمي باسم وزارة الكهرباء. خلصنا حلقتنا النهاردة، هرجع لكم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله بإذن الله في نفس الميعاد من الساعة 3 للساعة 4 دقايق.